تخصمون علي. انا طلبكم طلبه تخصمون علي. ليه منتج انا؟ لا ليه؟ ليه؟ عشان سنك شلون تفرقه؟ يا عيال ايش فيكم مع سنوني؟ والله اذا ما سويت ابتسامه بعدين اسمها ابتسامه مزيون وش باهي ما هم 40 وش باهي يا اما شمس ولا قمر ادري لا غير شمس خلينا نشوف خلينا نشوف شمس عشان نشوف ها شوف الصوره يا سلام ودك هذه الواقعيه صدق شوف الصوره ودك لا تكوقعيت محمد هادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اشرح لك عندك فكره من اليوم والله انت عديت الثلوث الفكره اللي في بالك راح نسويها اسمع مني يوم راح نسويها ما ادري يمكن تعداها ان شاء الله انا واثق طيب بس انت طبتي هل قاعد ما بعد قلت شيء اعرفها طيب اعرف وش قلت ها هي ولا شيء بتحلق حلق ايش لا ما يبحل ها ابغى اجيب بالون نلعب شم يا الحركات ايش ذا بدي اعرفكم وعدوه عرفنا والله عرفتنا ايش درجه غير الموجه هذا درنا درنا قطه ايش قاعد خلينا نغيرها كلهم حتى اللي جوا غير الموجه انت تسمع ايوه كلنا غير الموجه يا عيني حسب الله علي صحان من سامحه اي والله ماني مسامحه حطني نلبث برا البث برا والكلب يلحقه تستاهل احسن ما الكلب يلحق البث ايه خلاص طيب مايكك يا مايك شغال هذا انتم ما تبوني ولا ايش فيه واحد يدق الباب شغلنا هذا انا كنت اتمنى اني في مكتب كنت الين اليوم صح لا صدق والله صادق اتمنى انه في مكتب حق استقدام ما هو مكتب استقدام شركه وانا مكتب في مكتب اجار سياره وكذا واجي البس البنطلون ذاك واللي فيه كفته وقميص ابيض وجاكيت وامشي كان جايبك خدامات من برا جاي هلا هلا وشعري كذا واحط صابعي في محل عطور تدري انك انيق يا اخي خلني افضفض يا اخي تدري انك انيق والله خلاص هناك بدا نفكر نعلم صدق والله وانت حاولت تروح معه خله يا اخوي انا حلفت حاول تطير له هناك حلفت قلت والله الله يطول عمرك انيق بايش؟ اكيد شخصيه الله يرفع قدر والله لا حرجتني والله حط النظارات يا صبي حبيبي انت خذيت دي وتبغى تاخذ دي وتبغى ايش تبغى؟ خذني حبيبي حبيبي لا لا ما ابغاك حبيبي لا 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 خذني خذني ما ابغاك ما ودي اجراك يعني يا ولد نسيت نظاراتي في السياره تو جاء صراباتك في السياره نظاراتي ما قلت صرابات بغيت اقول ابشر بس سعد والله اللي يقول جاي اسمي صرابات يا شواه انت اين قهوه؟ ها؟ ها؟ يا اخوي انا ما عاد عرفت اعطيك الصدق انت تبيني بقى بقاعتي انا ما عرفت وش قاعد تقول طيب؟ وش ايش قاعد تقول؟ قول لي ايش قاعد تقول؟ اي ما فهمتك ايش فيك يا؟ ما اي دولة انت؟ ما والله ما ادري ايش نطق طيب اسمع دخلت معه في المد والله ما فهمت اشكرني طيب طيب اسمعني اسمعني سم عند الحين اخوي انا ما عرفت لك صدق ما عرفتني صدق؟ ما عرفت لك يعني ما عرفت ايش وش عبد الله؟ بعلمك شوف برد بدالك شنو ما عرفت؟ قول ايش عبد الله؟ قول حربي قول شنو ما عرفتني؟ كذا ما عرفتني شنو؟ بيش بس اسأل وبتلقى الجواب يلا شنو عرفته تلقى الجواب بنظرته خشمي عادي طيب حلو وش شنو انا مو المقصد مو عبد الله الحربي نفسه ما اعرفه انا ما عرفت لك ما عرفت كيف انت وزنيتك يعني وزنيتك ما إيه؟ عندك وزنيه الله يرحم والدي الله يرحم والدي انا اعطيك اياها متقلب المزاج متقلب المزاج ليه انت تقدر تقول شخص مزاجي الله لا يبلغ لا 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 الله ان شاء الله هذا شيء سيء فيني انا اقول الله يعافيك هذا هو انا مو عاجبني الشيء ذا حاولني كلنا ما عاجبنا اغيره ان شاء الله تتغير باذن الله ان شاء الله ان شاء الله تتغير واذا ما تغير نغيره لك بشيء بسعادتك لا لا هذا اطفي عليك ها هذا يقول بدري عليك بدري عليك بدري عليك بدري عليك انت ايش اضربك يعني لا كلام غير منطقي استاذ قلت نعم. انا كلامي واضح قلت ان شاء الله بيتغير هذا 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 قلت ان شاء الله يتغير واذا ما تغير بشي بنغيره لك باذن الله اجل هذا المقصد انا فهمت بنغيره لك يعني نضحكك نسولف معك ناخذ ونعطي حاول تخفيه حاول ارتاح تكتك اهم شيء عندي انت ابى اسمع زين يا اخوي ما تغير ولا شيء حاط السرعه سرعه الصوت اكس 2 عرفت حق سناب هذه فهمت اسوي يعني انا بحاول انك هاك امسك طريق المنحدر شوف انت تعرف شوف ايش اسم الديله دي اسمها اياها ها شفت اسمها اياها منك على كفو انه ان
شنو الثانيه؟ سديد. يا عيال انتم بتخيروني. وش المشكله؟ قول لا اله الا الله. كلها كلمات معروفه. خير الكلام قال لهم ادري. سديد يعني ايش؟ يسد مكانه. ادري انا اعرف بس انا ما اتكلم كذا. قول لا اله الا الله. والله ابدا شيء والله اني قمت اتشاهد. قول لا اله الا الله. خلونا ذبح الله جميعا هذا المكان الطيب، خلونا نبدا بيومنا بالتبرع الجديد. ممكن قدكم ممكن قد